اليوم انا نشوف باللي فيه تجاوزات في بالنسبه للتقسيم، يعطوا للناس مواطنين عاديين لي بون ويجوا هنا يديروا مشاكل وما يكونش فيه تنظيم، ورؤساء الاحياء اللي راه يشرف على العمليه بالتنسيق مع البلديه، نحن كرؤساء احياء نقولوا باللي راه تنظيم مش في على حسن ما يرام. عده مصالح البلديه 3500 قفه لفائده العائلات المعوزه، وكما ترون يعني الامور راهي تفوت في ظروف شفافه وظروف عاديه، حيث نريد ان نوجه نداء لكل العائلات المعوزه باش تكون مطمئنه ان شاء الله راح كل تستفيد، راح كل عائله راح تستفيد من هذه الحصه هذه. سبب التاخر هو في الحقيقه كان من تموين تعرف انه كي تشرى عمليه المناقصه يبقى الموزع انه يجيب لك بالحصص، خطره يجيب لك كوطه تاع الزيت، خطره كوطه تاع السكر، خطره يعني هذه الظروف. ما من ناحيه الاجراءات تاع البلديه كانت مستعده، مهيئه المخزن، مهيئه كل العمال.